السلام عليكم، صباح الخير عليكم وتحية لكم من عين دياب، شاطئ عين دياب من سطة البيضاء غنية عن التعريف. ودابا حنا كاينين هنا في جينا نترينيو شوية، واللي كاين هو ان دابا صحاب الباراسولات ولا شي مبقاوش، يعني ولات واحد المساحة كبيرة. وفاتو اليوم مع الصباح هربان للبحر شوية، يعني كاينة واحد المساحة كبيرة جميل جدا هاد ديكور اللي كاين. صراحة عين دياب تبدل كيفاش كنعرفو بحال هكا، ولات هنا مساحة كبيرة. حنا كنتمشاو شوية دابا في الأرض الأرضية، شوية ديال نسردو رجلين شوية، نديرو شوية لامارش. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بالصحة والسلامة، وهذا الصيف تحية لكم، تحية للمغاربة ديما وديما، تحية للجالية المغربية، مرحبا بكم في بلادكم، انتظار العودة إن شاء الله إلى أرض الوطن. حنا نتمشاو معكم واحد شوية في الرميلات، نوريكم الرملة. رولاكس هو بنادم خصو غير بالنسبة اللي كيعوم هنا خصو يرد شوية البال، لأن البحر شوية صعيب. نطلبو الله السلامة كما قلنا. شاطئ جميل جدا. نمشيو نقربوكم دابا الأمواج، باش نوصلو لكم الصورة أكثر. دابا كنتمشاو في هاد الجزء اللي ثابت شوية، نبقاو غاديين حتى نوصلو للموجات. نتمشاو شوية حتى نوصلو للموج ديال عين دياب، ديال البحر. نشوفو البحر واش بارد ولا سخون. احنا غاديين دابا، بقاو غاديين حتى ندخلو شوية الماء. فوالا حنا وصلنا، الماء صراحة زوين. هذا هو عين دياب، تبارك الله الماء صافي. احنا سيدي كنقربوا لكم الصوره ديال عين دياب حتى هي، شوفوا الماء تبارك الله خير، واحد الحلاوه في هذا الماء سبحان الله العظيم.